السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأدوات اللي بتسهل علينا الشغل في الكوردينيشن اللي هو البيم تراك، ده عبارة عن منصة أو موقع ترفع عليه الشغل بتاعك، فهو يبدأ الناس كلها تراجع وكل الناس يكتب كومنتات، والفريق الديزاين يبدأ يعدل التصميم بتاعه. على سبيل المثال مثلا الموديل دوت، لا إما أجي على البيم تراك وأقول له بابلش، أو أسافه كـ IFC، هقول له اكسبورت IFC وأختار هنا أنا عايزه IFC كوردينيشن فيو، وأروح مسيفه زي ما انت هتلاقيه عندك دلوقتي. تمام، بعد كده بتروح للموقع، الموقع بيبقى بالشكل دوت، تختار المشروع اللي انت شغال عليه وتيجي هنا فيور وتقول له اد اي اف سي وترفع ملف الاي اف سي دراج اند دروب وتختار الملف بتاعك، هو يبدأ يرفعه، واول ما بيخلص بتقول له شو اي اف سي، ومن العلامة ديت هيبدأ يقول لك إذا كنت أنت عايز تعمل داونلود أو تعمل ديليت. أول ما يظهر معانا تقدر دلوقتي تعمل إيشو، تقول إن في مشكلة مثلا، تقول له إعمل كرييت مشكلة مثلا سميها واي، النوع المشكلة دي إن بروجريس، التايب بتاعها مثلا إيشو، البروبرتي بتاعتها كريتيكال، الديسيبلين بتاعها مثلا أركتكشر، الزون تبدأ تختار الزون، الفيسز الاساين تو مين المفروض يحل المشكلة دي، عمر سليم، التاريخ، الاشي جروب، ال نوتيفاي، كل الحاجات دي، وتقول له ايه سيف سيف اوتوماتيك. اي برنامج مثقف فيه هيظهر عندي المشاكل ديت. خلينا نروح مثلا للنفس وركس واقول له البيم تراك واقول له اوبن بيم تراك، هيبدأ يظهر لي المشاكل ديت. بدأت المشكلة اللي موجودة ظهرت هنا. تمام، تقدر تقول له اعمل لي زوم على المشكلة موجودة فين مثلا، اهو بيبدأ يعمل لك زوم على المشكلة. تقدر خلاص تعرف في مكان المشكلة تقدر تحلها، تقدر تدخل تعدل فيها لو انت عايز، تقدر تقول له انا عايز اعمل المشكلة من هنا، او تقدر تقول له مثلا المشكلة دي البريورتي بتاعتها كريتيكال، هنا دي مثلا ايشيو، دي تبدأ تغير الإعدادات، هي أوتوماتيك يعدل على الموقع ويعدل في كل الحاجات المسطبة. أقدر أقول له أنا عايز أعمل إيشيو مشكلة جديدة وليكن مثلا RR، وتبدأ تشوف، أقول له مثلا عايز صورة مثلا، عايز تختار كل الاختيارات اللي أنت عايزها، ريكويست، التاريخ المفروض تعمل بابلش، فيبدأ يعمل بابلش ليها. لو أنت رحت هنا على الموقع تمام وعملت بس ريفرش او اي حاجه، هيبدا يظهر لك المشاكل كلها او الثلاث مشاكل ظهروا معايا. فده بيفيدني ان المشكله تبقى متشاركه مع كل الاعضاء، ودي اهم حاجه بالنسبه للكوردينيشن.